هذه طائرة عادل الإمام في فيلم طيور الظلام. خد بالك أنا مش لابس مايوه، أعمى. وهذه عجلة حربية استخدمت في فيلم وإسلاما. أما هذا فهو كرسي العرش في مسلسل ألف ليلة وليلة. مملكتنا دلوقتي للأسف طريق التجارة الوحيد. آلاف القطع التي تنقلك إلى حقب وعصور مختلفة، تمثل كل واحدة منها جزءاً من تاريخ السينما والدراما المصرية. لقب عباس صابر بملك الإكسسوار، ويعد أحد أشهر العاملين في مهنة منسق المناظر منذ أكثر من 50 عاماً، كمسؤول عن توفير قطع الإكسسوار وتنسيقها في المشاهد السينمائية والأعمال الدرامية. ليه ملحوظة على ملك الأكسسوار؟ لا، ملك الأكسسوار مصر، هي ملكة الأكسسوار، هي اللي عندها التاريخ وعندها دلوقتي 100 مليون. ويه الماديات ليها دور لتجهيز كل الأكسسوارات. حضرتك بتبيع حاجة من حاجتك؟ ما بتبيعش. لا ما ببيعش، بتشتري بس. أشتري بس وأهدي. جمع صابر خلال عمله على مدار 50 عاماً الماضية آلاف القطع والأثاث من مصر والعالم، أشارك في نحو 70% من الأعمال السينمائية والدرامية منذ ذلك الحين، كما شارك في أفلام عالمية منها الرسالة وعمر المختار. مصطفى العقاد كان بيموت فينا، بيموت في حد اسمه مصريين، ولينا كان دور وحسنات في المواقف اللي كانت داخل الفيلمين الرسالة وعمر المختار. ورغم فقدان عدد كبير من قطع الإكسسوار النادرة نتيجة احتراق عدد من مخازنه ومعاناته الاقتصادية بعد انخفاض الإنتاج الدرامي، لا يزال صابر محتفظاً بشغفه وحماسه وحبه لمهنته التي ورثها عن والده وورثها لأبنائه. رندا أبو العزم، العربية، القاهرة.